إذا تشوف الصور القديمة، مو بس العائلة، الكل كان يعني لبسهم متواضع حلو بسيط بس أنيق. أنا وعيت هم موجودين بحياتي. يوم ما صار الانقلاب أنا كان عمري 12 سنة، مقتل العائلة المالكة بالكامل. أنت وين كنتي بديك اللحظة؟ على البالكون. هو استلم الرسالة منه؟ هو استلم جابه للملك. شنو كانت؟